جود مونسون والعرضية يطلع تانية حلوة خطيرة، التصويبة ممتازة جدا من أول. جول لجنوا، جنوا يسجل هدف أول. جميل جميل جميل، ماتيو روتيجي يسجل هدف جميل جميل جميل. روتيجي يعطي أول هدف في اللقاء بالنسبة لصالح جنوا. ده نتيجة الأداء اللي بقول لك عليه، ممتاز ممتاز ممتاز. كرة كانت خطيرة من فاسكيز، والتانية بقى موجودة تانية. بص شوف الكرة، شوف الإعادة، وده على طول لحظة لعب الكرة والانطلاقة على طول بالنسبة لماتيو روتيجي. روتيجي يسجل هدف جميل. هوبا التصويبة ثم المتابعة الجميلة من روتيجي يسجل هدف.